اللي أعلن بالأمس تعاقده مع اللاعب السوداني المحترف في الدوري الأمريكي، لاعب الطرف اليمين عيسى رمضان، قادما إلى الدوري السوداني، والهلال وقع معه عقد وأصبح لاعبا رسميا في نادي الهلال. ملف التسجيلات قلت لازم انا من قبل يدار بطريقه صحيحه حسب الحوجه وحسب التوصيات الموجوده من المدير الفني، فانا بشوف انه المدير الفني ودى التوصيات. اضافه الطرف الايمن النجم جاي من عيسى رمضان جاي من الدوري الامريكي حتكون اضافه حقيقيه نسبه لانه لاعب محترف، والاجواء في امريكا تختلف عن الاجواء في السودان، لكن حيكون اضافه للهلال لانه خانه في الطرف الايمن صراحه فقدناه في الدوري ابطال اوروبا ابطال افريقيا. الحاجه الثانيه وليد الشعله برضه كان في فتره احتراف قصيره في النادي الكويتي فبرضه اضافت له، لكن الهلال انا شايف اضافه حقيقيه بالنسبه للطرف الايمن عيسى رمضان ووليد الشعله. طيب هو انا وليد الشعله جاي كابتن محمد، انا اتكلم عن الطرف اليمين. الهلال عانى من هذه الخانه، خاصه الان الهلال استغنى عن اللاعب الطرف الايمن المتخصص سمو المرغني، أطهر الطاهر الموسم الماضي خرج من الهلال، الآن الهلال يلعب ممكن بطرف أيمن مؤلف اللي هو موفق صديق. أيضا أنا داير أتكلم عن التجربة بتاعت اللاعبين اللي بيلعبوا في الدوري الأمريكي، وإذا تكلمت عن التجربة أكيد حآخذ معي تجربة عمار طيبور اللي هو الآن واحد من نجوم نادي المريخ. أنا بشوف إنه التكوين الحاصل في أمريكا والمدارس السنية لها أثر كبير، يعني نحن شفنا عمار طيفور في جميع المباريات في المريخ كان هو العلامة الأبرز ولا كده. واضح التأسيس. نعم. فأنا حشوف برضو الكابتن رمضان عيسى رمضان حيكون برضو له تأثير في الهلال، وأنا برضو بشوف إنه الهلال كان محتاج إنه يسجل طرفين يمين، يعني يكون لاعب وفي لاعب احتياطي لانه استغنى عن الكابتن السموال. نعم. فبالتالي حتلعب برضه بخانه وحيكون في اصابات، الدوري طويل، دوري ابطال افريقيا موجود.